خوتي مغاربة صباح الخير عليكم. اليوم 3/27/2022، هذا الصباح غنجيب واحد الجولة بمدينة أكادير، المدينة الجميلة، وغادي نشوفوا غير واحد شوية من بزاف ديال الأشغال البهلوانية اللي عندنا في هذه المدينة. كاينين حوايج إيجابية ولكن كاين بزاف ديال الحوايج السلبية. كنتكلم على طريقة ديال الأشغال، على جودة الأشغال، كنتكلم على المسؤولين اللي ماشي قد المسؤولية، لأن المراقبة كترجع عليهم، هما اللي مكلفين الشركات، هما اللي خصهم يراقبوا هاد الشركات اللي واخدين هاد الصفقات. شفتوا البارح وخلال هاد الأيام اللي فاتت في الفيديوهات، وكان بين أشكال العبودية الجديدة اللي كاين عندنا هنا في مدينة أكادير من طرف عدد من الشركات اللي واخدين الصفقات هنايا. الخدامة كيتعداو عليهم، مكرفصين عليهم، دوك الطبقة الكادحة عليهم، علاش كدوز هاد التمارة كاملة؟ ما كاينش لي كونتين، ما كاينش مراحيض، ما كاينش الألبسة ديال الأشغال العمومية، ما كاينش الوقاية، وحتى حاجة، كيضربوا بهم الكرفي ويدفعوهم. هاد الصباح غادي تشوفوا غير شي حوايج من بزاف. يلاه معايا، شوفوا معايا هاد القادوس اللي خلاوه هنايا اللي ما يفوق شهرين. شوفوا قداش، تصوروا معايا شي سيارة نازلة غادي تخلي الكارتير ديالها هنايا، هذا الشارع اللي جاي من تالبرشت وغادي لشارع مراكش، هذه فضيحة الأولى. هاد القوادس خلاوهم على طول هاد الشارع بحال هكا. تصوروا معايا دابا شي طوموبيل جاية وموراها موتور ولا بشكليط، مول البشكليط ولا مول الموتور غادي يحسب سنانو، لأن إلا ضرب فيها هادي موتور ولا بشكليط غادي يطيح. تصوروا معايا شي مول موتور عاوتاني ولا بشكليط جاي بالليل، الإنارة ضعيفة، غيضرب تما مشى هذاك السيد. ها انتوما بحال هكا دابا الكات كات هي الوسط، غادي يكون موراه مول الموتور مشاو. ها القادوس الثاني وها الثالث وراه هو الرابع، على طول الشارع هاد المهزلة. هادشي أكثر من شهرين زيادة على عدد من السيارات كيكونوا جايين وكيبداو يهربوا على القوادس، وشحال من حادثة تسير وقعات. وهاد الشارع عفاكم راه عاد تصاوب. شوفوا الجودة ديال الأشغال، هاد الشجرة هادي شو كيمدل ليها هنا، كون غير يزبروها شوي غير طلع لما تضرب شي واحد. هنا ما فهمتش هذا واش كلب ولا حمار ولا شنو هو اللي داز هنايا. هادي ما عرفتوش الشجرة ولا شنو هي وبشحال تقامت علينا من المال العام، اش من ميزانية خرجوا ليها. وها الأخرى، إوا دابا شوفوا معايا هاد القادوس. دابا قولوا لي واش هادو أشغال؟ هادشي راه عاد تصاوب، هذا الشارع تعاود ومازال غيدوز ليه قدرون واحد آخر. دابا إلا داز هنا شي كاميو ولا شنو واش ما غينزلش هادشي. الناس كيدوزو كيهربوا على القوادس. كنتواجد دابا في ليكستونسيون اكس، الحي هنايا حدا تالبرشت. الفيلات اللي تبناو في السبعينات ما دارش هنا التروطوار، وخلاو واحد ليسباس باش السيارات ملي كيبغيو يستاسيونيو كيزير مع الحيط. الو تصوروا معايا غير كل فيلا فيها جوج ديال الطوموبيلات، شوفوا المجلس الحالي دار تروطوار هنا وغادي يدير تروطوار هنايا للاشاره. هاد الحفير وهاد الروينه راه 3 شهور تقريبا، وهاد الحي كله مرون ومخلينو هكا وخدامين في قنت وكيبريكوليو. المهم البريكولاج، الا داروا التروطوار في هاد القنت هذا وتروطوار لهيه، دابا اللي ستاسيونوا على اليمين الناس ديال اليسار ما خصهمش يستاسيونيو، والعكس اللي ستاسيونوا صحاب اليسار هذا سينو ما غيدوز حتى واحد. وهاد الزنقه هادي من اكبر الزناقي اللي كاينين، راه كاين شي وحدين الا ستاسيونات غير وحده في جنب التروطوار ما بقى يدوز حد من داك الشانطي. ما فهمتش هاد المجلس كيفاش كيخمم ولا هاد شركه التنميه المحليه، لان هاد الحي ما كانش من الاولويات. الكودرون فيه مزيان ديال السبعينات، كلشي مقاد،
علاش مشاو ليه في الوقت اللي كاينين احياء في مدينه اكادير، يمشيو لبن سرقاوي، يمشيو لاغرود بن سرقاوي، يمشيو لحي الفرح، يمشيو لبزاف ديال الحوايج اللي ناقصهم كل شيء، كيلوحوا الفلوس في الخوال خاوي. حتى البرشت ومره اخرى القوادس. هاد القوادس اللي كتشوفوا خارجين هنايا راه غادي تعاود الشارع، غادي يعاودوا لاكوش الكودرون، ولكن علاش مره اخرى اكثر من شهرين مخلين هاد القوادس اللي كيشكلوا خطر على المواطنين؟ شوفوا دابا هاد الفضيحه، راه حدا كارفور اسواق السلام، عرفتوا شحال من الموتور تردخ هنايا؟ شوف تواجد بليراك بورقان شارع 20 غشت. شوفوا معايا هاد الشارع جديد اكثر من سنتين باش كمل، وما كاينش ما مرات الرجلين، ما كاين تشوير، ما حتى حاجه. شوفوا معايا هاد الحفاري اللي كاين هنايا، هادشي راه كلشي تعاود، هادو قوادس بالغش، اي سياره كدوز كينزل هالاول. وحتى باش يعلموا المواطنين راه حفره ولا شنو من غير الغش دايرين كراط نعافاكم. ها الاخر شوفوا على شوها، نزيدوا مازال مهزله مهزله. ها الاخر طايح هنايا، هذا ما دايرين ليه لا كرتونه لا حتى حاجه، خشوا فيه بنو، تلقى غير المواطنين اللي داروا ليه هكا. واش ماشي فضيحه هذه؟ دابا بغيت نتقاسم معكم واحد الاوديو صيفطوا ليا واحد السائق ديال لومبولونس. هاد التضييق ديال الشوارع اللي داروا في شارع حسن الثاني، اللي داروا في الهودة، اللي داروا في شارع حسن الاول، وخرجوا على التجاره، الناس كلشي اللي عندهم لي كوميرس تما خرجوا عليهم. هاد السائق سياره الاسعاف كيعاود ليا البارح كان هاز واحد المريض في حاله خطيره جدا، وحصل في لومبوتياج، حصل في دوك الشوارع. سمعوا معايا هاد الاوديو هذا. السلام عليكم خويا التوجني، صافا بخير لاباس؟ الله يحفظك. اش نقول لك اخويا، ما صراحه هاد الفيديو كنت بغيت نديرو ولكن ما فكرتوش في الاول. جبت اخويا واحد المريض، والله ما لقيت فين بلاصي ولا فين 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 ندوزو. عندي واحد السيد ما عرفت عنده شي عرق مبوشي في القلب، وعندو شي واحد اخر في الراس. ايرجون جبتو عند واحد الطبيب، والله ما لقيت فين ندوز. الى البكيه جاتني، ماليا الحديد، ماليا المريض اللي هاز. هذا الشيء كان يعيشو في شارع حسن الثاني يوميا. ودابا جيت من جهه الباطوار، جيت من جهه الباطوار وغادي عند هذا الطبيب هذا. يعني اش نقول لك، كاين الى جيتي في جهه الباطوار هذاك الستاسيون اللي كاين على اليسر، اللي كاين على اليمين فين كاين كتفوتو بشويه، فين كاين الطبيب على ليد في ديك العماره فاش كاين الدجاج خضر. يعني الا طلعتي مع شارع حسن الثاني كتخلي العماره على يديك اليسار، خصك تمشي حتى لا فونتين ضرب ديميتور، وانت عندك المريض كيموت. ما عرفت علاش دايرين هكايا، خسروا هذا الزبل هذا، صح خسروه الصراحه. وخصك تمشي حتى لا فونتين، عاد ترجع عاوتاني حتى للراس ديال الشارع الحسن الثاني باش تبلاصي حدا ديك العماره فاش كاين داك الطبيب. هادشي ماشي معقول.